أهلا بكم في ترند. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الكلمة السامية للعاهل المفدى حفظه الله ورعاه إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات التي ألقاها جلالته من خلال اتصال مرئي ببرنامج مجتمع واعي الذي يبث عبر تلفزيون البحرين، والتي تضمنت إشادة جلالته بالإجراءات الاحترازية والعلاجية والتعامل المسؤول مع مخاطر الوباء، مؤكدا جلالته أن حماية الطلبة والطالبات والمحافظة على سلامتهم في مقدمة الأولويات. في النخير، حملة وطنية أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، دعماً للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. وسيتم فتح الباب أمام كافة المؤسسات والشركات والأفراد للتبرعات المالية تحت عنوان فينا خير، وذلك من خلال الحساب البنكي الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الموجود أسفل الشاشة. في تجربة جديدة من نوعها، تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمة الفحص للمواطنين والمقيمين وهم بداخل مركباتهم، ويتم حجز الموعد من تطبيق مجتمع واعي للحصول على أقرب حجز في مركز أرض المعارض. فعلا البحرين دائما سباقة. تهدف إلى تسهيل إجراءات الفحص النهائي وأخذ العينات، ويتم بعدها عرض نتائج الفحص من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحالات الخاضعة للحجر المنزلي والذين أنهوا مدة الحجر المقررة لهم، وذلك من خلال حجزهم للموعد إلكترونياً عبر تطبيق مجتمع واعي قبل انتهاء مدة الحجر بثلاثة أيام، مما يسهم في تجنب الاختلاط والحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي المعلن عنها ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس. إن وعي المجتمع والتزامه بالقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة واستفادته من التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية يسهم في تحقيق كافة الأهداف المرجوة من الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وجهت السلطات السعودية رسالة إلى المواطنين على برج الساعة في مكة المكرمة ضمن حملتها التوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأظهرت صوراً منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبرج الساعة في مكة المكرمة منيراً بعبارة خليك في البيت باللغتين العربية والإنجليزية في رسالة إلى المواطنين والمقيمين بضرورة البقاء في المنزل. برج القاهرة أيضاً تضامن مع شعوب العالم من خلال إضاءة واجهات البرج برسالة توعوية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية للمواطنين في مصر لمواجهة هذا الفيروس من خلال عدم النزول من المنزل. وظهر البرج الذي يبلغ طوله 187 متر من قلب العاصمة المصرية القاهرة بمظهر حضاري عبر رسالة احمي نفسك بأكثر من لغة. تمكن مصور حفلات الزفاف البريطاني كريس واليس من القضاء على روتين العزل الذاتي وتوقف كافة الحفلات من خلال تصوير حفلات زفاف صممها من ألعاب الليجو الخاصة به، ومن ثم قام بتصويرها بالكامل وكأنها حفل زفاف حقيقي، وشارك الصور عبر الإنترنت ليراها الجميع. لم يقتصر الأمر على تنظيم الحدث بأكمله بعناية فحسب، بل قام أيضا بتوثيقه ببراعة. أعلى
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق لوحة مفاتيح جديدة تدعم لغة برايل بدءا من اليوم، بهدف تسهيل كتابة المكفوفين على أجهزتهم المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد. لوحة مفاتيح برايل الافتراضية الجديدة توك باك مدمجة مباشرة في نظام أندرويد، وتعد طريقة سريعة ومريحة للكتابة على الهاتف دون أي أجهزة إضافية، سواء كان المكفوف ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو يرد على رسالة نصية أو يكتب بريداً إلكترونياً. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. إلى اللقاء.